السلام عليكم. كتير مننا بيعانوا من اصفرار قوي بالأسنان وبيلجأوا عند دكتور الأسنان كل فترة من الزمن لحتى يبيضوا أسنانهم، وكمان كتير مننا بيعاني من رائحة الفم الكريهة. اليوم إن شاء الله أنا رح أعلمكم على عدة طرق كتير مهمة، طرق رائعة جداً. أول طريقة رح أعلمكم عليها هي كيفية تبييض الأسنان فورا، يعني بلحظتها بيبيضوا اسنانكم، وصدقوني رح تتخلوا عن طبيب الاسنان وما بقى تزوروه بالمرة. كمان رح اعلمكم على محلول رائع جدا بتعملوه بايدكم عندكم بالبيت، محلول رائع، محلول مهم كتير، بيعطي ريحة تم كتير حلو، بتصير ريحة نفسكم كتير حلوة ومميزة. وبتعرفوا هلأ ريحة خاصة السيدات المدخنين او الشباب اللي بيدخنوا، ريحة الدخان وهيك بتكون كتير مزعجة. فإن شاء الله هيدي الطريقة اللي رح أعلمكم عليها طريقة رائعة جدا للقضاء أيضا على ريحة الفم. كمان رح أعلمكم على طريقتين، هي طريقة للس الحساسة وطريقة تانية للس غير الحساسة، ورح فرجيكم أيضا على محلول سائل بتقدروا تشتروه طبي، وأيضا رح أعلمكم على محلول سائل بتقدروا تعملوه عندكم بالبيت. يعني فيكم تقولوا هيدي الحلقة متنوعة من كل شيء. أول شيء رح نعمل للس الحساسة، إذا رح نبلش باللس الحساسة. نحن بحاجة لحبة بندورة، هنجيب حبة البندورة ونقصها، هنجيب العصير تبعولها، ما بدناش نحطها بالخلاط، بس نحنا بدنا العصير الموجود بالداخل. رح نشدها هيك شوي لحتى ينزل عنا. هيدي طبيعية طبعا، في كتير من الأشخاص بيلجأوا للقصص طبيعية موجودة بالبيوت، معجون أسنان، أي معجون عندكم بالبيت بهيدا الشكل. البندورة، إذا عصير البندورة مع دواء الأسنان اللي أنا هلأ حطيته أو مع معجون الأسنان اللي أنا حطيته رائع جدا. أنا هون عم بحكي للس الحساسة. أنا إذا رح أقدم طريقتين، إذا هاي أول طريقة للس الحساسة. هون البندورة حتحافظ، عصير البندورة رح يحافظ على الأسنان من محافظة وتنظيف وتبييض ولا شي بهيدا الشكل. ومنجيب فرشاية الأسنان ومنفرش أسناننا فيهن. الفيتامين الموجود بالبندورة رح يحميلنا أسناننا بشكل رائع، ورح يشيل أيضا الجير تدريجيا الموجود عنا. إذا هيدي أول وصفة إذا للس الحساسة. هلأ الوصف الثاني للس القوية، لسته حساسي ما يجربها، لأنه هيدي فقط للس يعني بتكون كتير بعدها هيك قوية ومنيحة. إذا هون عملنا للس الحساسي، هون للس المنة حساسي بالمرة. أول شي رح نجيب عصرة حامض صغيرة، نشيل البزر اللي نزل، رح نضيف فوق الحامض اللي عصرناه أو الليمون من مية البندورة أيضا. ورح نضيف فوقهم بيكربونات الصوديوم بهيدا الشكل، هنخلطهم ليكو كيف فوروا. وصفة رائعة 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 لتبييض الأسنان الفوري، هيدي كتير مهمة. أنا بنصحكم تعملوها لتبيضوا أسنانكم ويروح الجير نهائيا. ليكو كيف صار عنا مسحوق رائع ولا شي. كيف عملية الاستخدام؟ منجيب فرشاية الأسنان بهيدا الشكل،
بنبلش طبعا نفرش سناننا كتير كتير منيح. برجع بذكر هيدي اول وصفه للس الحساسي، لانه في كتير ناس ممكن يجربوا التاني اذا كانت لستهم حساسي، فما بنصحهم يجربوا التاني، يجربوا الاولى. فانا هون عم بعطي اقتراحين اتنين. ولا شيء مثل ما قلنا بنجيب بنفرش سناننا فينا نعملها مره واحده بنهار، طبعا بالاضافه لطبعا لفرش نفرش سناننا دائما صبح وظهر وقبل النوم بالليل. هيدي بالنسبه اذا اثنين من اللس الحساسي واللس غير الحساسي، مسحوقين رائعين للقضاء على الجير ولتبييض الاسنان الفوري. رح اقدم لكم هلا منتج طبي، اذا منتج طبي للمغمضة بتقدروا طبعا تحطوه بكمية من الماء، رح فرجيكم عليه، هي رائع جدا. بتحطوا بكمية معينة من الماء وبتتمغمضوا فيه لمدة 30 ثانية، طبعا كل التعليمات موجودة عليه، وبترجعوا طبعا بترموه. بيعطي ريحة زكية كتير، نفس رائع، بصير ريحة تم غير شكل. انا بنصحكم تجيبوا خاصة للمدخنات والمدخنين، يعني منتج رائع. هيدا اسمه مثل ما شايفين، بتقدروا تجيبوه. ورح طبعا بالاضافة رح اقدم لكم هلأ لمنتجات طبيعية بتقدروا تعملوها عندكم بالبيت. اعذروني على اطالة الفيديو، ولكن فيديو كتير مهم وكتير ناس طبعا رح يفيدهم هيدا الفيديو، لانه كتير من الاشخاص بيعانوا من هيدا الموضوع المزعج، ريحة التم القوية الكريهة اذا فينا نقول بالمعنى يعني الغير محبب، الناس اللي كتير متضايقة من هيدا الموضوع. الفيديو كتير مهم، انا بتمنى طبعا يتشير ليوصل لاكبر عدد من الاصحاب لحتى الكل يستفيد. انا عندي هون القرفة او الدرسين، اذا القرفة او الدرسين رح نضيف لقلن مادة تانية يلي هو زيت القرنفل. بتقدروا تجيبوا زيت القرنفل من عند العطار، رح يقضي على رائحة النفس الكريهة أيضا بالسنان. إذا كان في أي ريحة كريهة بيقضي عليها نهائيا. أضفنا إذا زيت القرنفل، مثل ما قلنا بتقدروا تحصلوا عليه من عند العطار، رائع، ريحته كتير 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 حلوة. هلأ نزل مع القرفة طلعت ريحة رائعة، فكمان منحطهم على الاسنان ومنفرشيهم، بيعطي ريحة كتير جميلة. فينا نعملها قبل النوم وحتى فينا نعملها الصبحيات أول ما نفيق، ريحة رائعة. بالإضافة رح أقدم لكم مسحوق كتير مهم يلي هو عبارة عن النعنع. بتقدروا تجيبوا النعنع الأخضر بالإضافة للمي السخنة والحامض، منجيب النعنع منحط النعنع الأخضر بالمي السخنة، من إضافة أيضا منحط فوقهم العصير الحامض تقريبا كمية كوب، لنقول كوب صغير، منحط بقلبه النعنع ومنتركهم لمدة 10 دقايق مع الحامض، عصرة صغيرة من الحامض، ومنتمخمط فيهم مسحوق رائع محلول كتير مهم للقضاء على أي بكتيريا موجودة بالسنان وحتى باللسة. كتير مهم انه نحافظ على لستنا. برجع بذكر للشباب المدخنين هيدي العادة كتير سيئة، وللسيدات يلي ما بنصح ولا سيدة تجربها، لانه بحال جربنا من اول مرة هيك قلنا منجرب سيجارة اول مرة، فصدقوني مرة على مرة رح تتعودوا عليها ورح تأذوا صحتكم ورح تأذوا جسمكم، لانه كتير التدخين مضر، رح يضر لكم بشرتكم، رح يجعد البشرة عبك كتير كتير، رح يظهر تجاعيد، رح تنشف الدخان، بنشف البشرة، بتحسوا البشرة ناشفة، السيدة بتكبر عبكير بسبب التدخين. في كتير سيدات ما بيعرفوا هيدا الموضوع. هيدا بالإضافة لأصفرار الأسنان، ريحة النفس الكريهة، ريحة الدخان اللي كتير بشعة. أنا يا رب كون فدتكم بهيدول المعلومات اللي قدمت لكم إياها. إذا ما حبيتوا تجربوا ولا أي محلول من المحلول اللي قدمت لكم اياه يلي هو محلول الطبي، او حتى المواد الطبيعيه اللي قدمتها، فيكم تجيبوا المحلول الطبي يلي فرجيتكم عليه، محلول رائع جدا. انا بستخدمه دائما، كتير مهم للاسنان، كتير مهم للثدي، بضل محافظ عليها. طبعا المعلومات مؤيده
كلها كيف طريقة الاستخدام وكيف طريقة طبعاً كيف نتمغمض فيه وقدي بيضل بالتم. طبعاً كل المعلومات موجودة عليه، أنا بنصحكم تجيبوه طبعاً بالإضافة إنكم تعملوا للسي الغير حساسي واللسي الحساسي، إنكم تعملوها بالإضافة للدرسين أو القرفة مع زيت القرنفل. برجع بقلكم عذراً على الفيديو الطويل، ولكن أنا لأني بحبكم كتير بحب أقدم لكم دايماً قصص جديدة غير الطبخ طبعاً، لأنه أنا كوكب من المعلومات جمانة بلانيت، فبحب دايما غير اني اقدم طبخ واقدم معلومات عامة اقدم فيزياء، بحب اقدم قصص تجميلية لانه انا اصلا شغلي هو تجميل بالعادة، ولكن حبيت طبعا دايما نوع بكل الفيديوهات اللي بقدمها. انا بحبكم كتير جمانة بلانيت، إلى اللقاء.